وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت بأن سورة البينة لا يستطيع من به نفاق أن يحفظها، فهل لهذا الكلام أصل في الشريعة؟ والله ما سمعت هذا. المنافق يقرأ القرآن، المنافق يقرأ القرآن ويحفظه، وربما يرتله أحسن ترتيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، ريحها طيب وطعمها مر. نعم.